بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. المتابعين الكرام اللي يسألون عن العسل، الآن العسل جاهز للتسويق طبعا في المحل، الحمد لله المحل باسم العرابي للعسل الحر، وكما ترون الآن أنواع متعددة. طبعا هذا عسل الطلح، وهذا عسل الكتاد والضهيان اللي نشرنا عنه السناب السابق. طبعا مثل ما أخبرناكم يتوفر في المحل العبوات السداسية، كما ترون العبوات السداسية ما شاء الله تبارك الله، وأيضا يتوفر العبوات ذات الكيلو الواحد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كثير من المنتجات في المحل من إنتاجنا مناحل العرابي، مثل حبوب اللقاح ما شاء الله كما ترون جميلة متنوعة الأشكال من جبال الطايف، وأيضا لدينا البروبلس لإنتاجنا أيضا بلدي ما شاء الله تبارك الله، هذا هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا أيها الأحبة، يوجد من عسل الكتاد والضهيان الصافي، طبعا سعر الصافي 350 ريال، وسعر الشمع 400 ريال. هذا الصافي بالنسبة لعسل الكتاد والضهيان. طبعا من منتجات العرابية العسل الطلح، جودة عالية جدا كما ترون، وأيضا من منتجات مناحل العرابي عسل السمر من شمال الطائف ما شاء الله تبارك الله، عسل جيد. وأيضا من منتجاتنا أيضا عسل السدر من جبال الطائف، عسل ما شاء الله تبارك الله رائع، إنتاج جديد إنتاج هذا العام.